تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في عرقلة المساعدات الإغاثية التي تعمل مصر على تجهيزها ودخولها ضمن نهج قوات الاحتلال لتعزيز حالة الجوع والتهجير بحق الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. وما تزال الجهود المصرية لإدخال مئات الشاحنات والعربات المحملة بالمساعدات من العريش وأمام بوابة رفح المصرية قائمة في محاولة لتخفيف ويلة الحرب عن كامل الأشقاء في قطاع غزة. المزيد يطلعنا عليه الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ما زالت قوات الاحتلال تتعنت وتمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. بالطبع يعني المجهودات المصرية لا تتوقف فيما يتعلق بتجهيز هذه الشاحنات وإرسالها عبر بوابة معبر رفح المصرية متجهة إلى معبر كرم أبو سالم، لكن قوات الاحتلال إما تمنع دخول هذه الشاحنات على الإطلاق من الناحية الأخرى، أو في بعض الأحيان يعني يتم عمل آليات من التدقيق والتفتيش لفترات طويلة حتى تتأخر هذه المساعدات عن الدخول إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. تعود هذه الشاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية التي دخلت عبر الأراضي المصرية. دخل اليوم 97 شاحنة إلى الأراضي المصرية، وتم رفض 10 شاحنات حتى هذه اللحظة محملة بالمساعدات الإغاثية. هذه الشاحنة التي مرت من خلفها واحدة من 35 شاحنة أفرغوا حملاتهم في الناحية الأخرى، وما زال الأعداد بالطبع تستمر إما بالرفض إما بالعودة كما هي الرؤية من خلفي بعد أن تفرغ حملاتها في الناحية الأخرى. لكن قوات الاحتلال لا يقتصر هذا فقط، لكن أيضا تمنع دخول المساعدات إلى شمال قطاع غزة. يعني ربما بينما نحن نتحدث أيضا هذه الشاحنات تمر من خلفي، هي شاحنات قد أفرغت حملتها بالفعل في الناحية الأخرى ضمن 97 شاحن الذين دخلوا صباح اليوم. بالإضافة لذلك أيضا قوات الاحتلال تمنع دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات والمستلزمات الطبية تحديدا وتمنعها من الدخول إلى شمال قطاع غزة. كل هذا لا يمنع المجهودات المصرية المستمرة إما في الضغط للوصول لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار، أو حتى استمرار المجهودات الخاصة بالشاحنات الإنسانية. أيضا الأونروا تحدثت عن وصول أبواب المجاعة إلى قطاع غزة، استمرار القصف المستمر على شمال قطاع غزة وارتفاع عدد الشهداء بشكل كبير خلال هذا الأسبوع. هذه هي الصورة من أمام بوابة معبر رفح المصرية، والآن أعود إليكم مرة أخرى.